احنا شباب جروب صيادين بغداد، حبينا نشارك بهاي المسابقه، مسابقه جروب روج افا بكردستان العراق. وصلنا جينا من بغداد، الشباب ما قصروا اتصالاتهم وتليفوناتهم لحد ما وصلنا اربيل، بعدين تلقونا باربيل وجابونا لحد وصلنا سد الموصل، وان شاء الله نحصل شيء بهاي المسابقه وان شاء الله نكون من الفائزين. والله هات ايوه كغلاف غلافين غلاف حاجه ايوه